عيد كي مواقف جس وقت. بمناسبة هذا العيد الذي نحيي فيه سنة نبينا إبراهيم، أتوجه بالتحية لإخواننا الفلسطينيين الذين يمرون بوقت صعب، ونتمنى لهم الأمن والاستقرار الدائم. بمناسبة عيد الأضحى، أود أن أقول لأهلنا في فلسطين كبارا وصغارا، نحن نحبكم ونعتز بكم، ونتمنى أن تنعم فلسطين وغزة بالأمن والاستقرار والحرية. عيد الأضحى الذي يمثل عنوان التضحية، نرسل لإخواننا في فلسطين تحية من باكستان الذين يعيشون ويلات حرب. رسالتي لهم بأننا معكم وسنفرح يوما مع بعضنا. لا ولن ننسى أهلنا في فلسطين في هذا العيد، ندعو الله أن يعيشوا بهناء، ونتمنى أن نستطيع في يوم ما أن نحتفل بالعيد في فلسطين. هنا نضحي بالمواشي بينما يذبح أخواننا في غزة على مرأى ومسمع العالم. سيكون هذا عيد حزين ومؤسف، للأسف لا نستطيع فعل شيء إلا الآلام والأسى، بينما الحكومات لا تفعل شيئا. تحية وتهنئة بالعيد، وأدعو العالم الإسلامي كله ألا ينسوا فلسطين وأهلها، خاصة ونحن نحتفل بالعيد بينما يعيشون حربا طاحنة تشتد وطأتها في الآونة الأخيرة. هذه أيام مباركة نحتفل بالعيد، ولكننا لا ننسى أهلنا في غزة الذين يستشهد منهم كل يوم. إنهم في كرب وظلمة بينما لا يفعل العالم الإسلامي لهم شيء. نحن نعيش بأسى وحزن، هذا كل ما نستطيع فعله، كما أننا لا نملك إلا الدعاء، وعلى الحكومة والجيش أن يتحرك، نحن نستطيع الدعاء فقط.